الحد الثاني يعني ايه؟ اثنين، يعني النون تساوي اثنين. طيب نعوض في المعادلة، ايه اثنين تساوي اثنين، هنا النون وفوقها اثنين، يعني اس، يعني حط اثنين، عوضنا مكان النون برقمها اللي هي اثنين، والاس النزلة زي ما هو، زائد ثلاثة. بالآلة الحاسبة اثنين اس اثنين، اثنين علامة الاس هنا، ونحط اثنين تساوي اربعة، يعني ايه اثنين تساوي اربعة زائد ثلاثة. ايه اثنين تساوي اربعة زائد ثلاثة كم؟ سبعة. اذا هذا الحد الثاني قيمته كذا. طيب خلينا نشوف الاختبار كيف راح تكون طريقة. راح يجينا نفس الشيء كذا، قلنا الحد الخامس ايه خمسة للمتتالية، ويعطيك خيارات. خلينا نحلها احنا عشان نعرف. وقال الحد الخامس يعني A تساوي خمسة، يعني النون برضو تساوي خمسة. طيب A خمسة تساوي أربعة في خمسة ناقص اثنين. نعوض تعويض عادي، A خمسة تساوي أربعة في خمسة تساوي عشرين ناقص اثنين. عشرين ناقص اثنين ثمنتاش، يعني ايه خمسة تساوي ثمنتاش. نشوف الخيارات، موجود رقم ثمنتاش، ايه خمسة ثمنتاش، اذا حلنا صحيح. خلينا نشوف المتتالية الحسابية.